الوضع الإنساني كارثي، سواء كان للمتبقين العالقين في قرى ومدن ولاية الجزيرة أو حتى الواصلين إليها. أمس تفقدنا استاد حلفة يتواجد فيه آلاف النازحين، واليوم اتجهنا إلى المدرسة المصرية أيضا بمدينة حلفة والتي تواجد أيضا فيها آلاف النازحين. حاولنا أن ننقل صور مختلفة للمشاهد التي وجدناها هنا، استمعنا إلى كثير من الروايات التي وقعت في الشرق وشمال ولاية الجزيرة، تحدثوا عن تفاصيل مرعبة ومحزنة ومؤلمة في ذات الوقت، وأيضا كنا نشاهد يعني نساء في حالات وضوع، نساء أجهضوا، وأيضا يعني الآن قبل دقائق رأيت أيضا هذه المرأة المصابة. أرغب تهاني بأن نستمع إلى أصوات النازحين من ولاية شرق الجزيرة وكيف وصلوا إلى هنا. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. يعني أنت مصابة، أولا أصبت في يعني في قريتك ومدينتك أم أصبت هنا في الطريق؟ احكي لنا ما حدث. إذا نقول طبعا أصبت يا هول الاشتباكات دي، وأنا انضربت فيها، ثاني ما حسيت بشيء اللي شالوني باللي حاف ودوني، أنا ما عارف أي حاجة والله. كيف وصلت؟ ركبت شو من هناك؟ يعني أشرح لنا وسيلة المواصلات للقادم. بالكواربس اللي هو حمار. حمار والله، وصلنا بالكواربس وصلنا. ثاني بعد ما وصلنا الطنطوب هي أبو الدفارات دي ركبونا فيها، وصلنا بها هنا. يعني شاحنات؟ الشاحنات دي. وانت يعني تعالجتي هناك ولا في الطريق ولا في؟ طبعا الإزعافات دي عملوها لي. ثاني لما نجينا هنا مشينا المستشفى. يعني الوضع فكري والله. الوضع الذي تركتيه في القرية والمدينة هل كان يعني كارثي بمعنى الكلمة؟ والله حسب الوضع، بس هو كنا في المسجد، من المسجد تاني ما ودنا لبيت، البيت هو لقيت فيه إزعافات، يعني أزعفوني في البيت والله ما بكذب عليك، أزعفوني في البيت لحد ما تاني طلعنا منه وجينا هنا. طيب شكرا لك وألف سلامة. تهاني، يعني هنا أعداد كبيرة جدا من النازحين الذين وصلوا إلى مدينة حلفة والقرى التي تحيط أيضا بمدينة حلفة. المدير التنفيذي للولاية يتحدث عن نحو 80,000 نازح وصلوا إلى مدينة حلفة وتوزعوا فيها، فضلا عن عشرات المراكز. طبعا كان يتواجد أصلا نازحين من مدن و ولايات مختلفة، لكن الآن يعني زاد هذا العدد وأصبح الوضع الإنساني سواء كان من الناحية الغذائية يعني كارثي بمعنى الكلمة. يعني رأينا أن هناك إصابات بالكوليرا بالحمى. طيب لينا أشكرك لأنه الصوت يتقطع، لا أعلم إذا كان في أحد رح يكون في مقابلة مع حد آخر معك لأن الصوت يتقطع. نعم الصوت يتقطع يبدو. نعم طيب. أن هناك مشكلة في المايك، لكن إن كنت تسمعينني يعني فقط أرغب بأن يعني أعطيك جولة قصيرة في هذا المركز الصحي، وعفوا في هذه المدرسة وأيضا في المركز الصحي الذي يتواجد في المدرسة. ولكن السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. يعني عايزين نستمع لما حدث في قرى ومدن شرق وشمال الجزيرة، كيف خرجتم؟ ما الذي حدث بالضبط؟ الحصل في الجزيرة حصل انتهاكات، الضحية الوحيدة فيها المواطن اللي تضرر المواطن. الحصل لنا حاجة شينة شديد، يعني نحن متنا، ما كتلتنا رصاصة الدعامة لكن كتلنا السفر المشي على الأقدام، كتلنا الألم، كتلنا فقدان أخواننا، كتلنا غهر رجالنا هم معانا بكورون، كتلنا منظرنا المخيف وهم بيتلبوا علينا في البيوت، وعايزين الذهب، العربات، الأولاد، البنات، يعني ما كتلتنا رصاصة. هل الألم يعني هل رواية إنه فعلا في أفراد مسلحين ينتمون للدعم السريع يعني فعلا اغتصبوا نساء أو أنهم طلبوا نساء، هل هذه الرواية دقيقة أم يعني فيها نوع من المبالغة؟ مواطنين؟ ما في مواطنين. لا ما مواطنين، لا أنا أتحدث عن أفراد يعني من الدعم السريع، هل فعلا طلبوا نساء أو اغتصبوا نساء أم هذه مجرد مبالغات يعني لتضخيم الموضوع؟ أيوة 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 حصل إنه طلبوا بنات وحصل. يعني أنت بتعرفي بنات؟ أنا ما بعرف سمحتها، لكن أنا إحنا في مسيرتنا أنا يتمسكوا بأختي الأصغر مني، كانوا عايزين يسوقوها مني، فشاءت الأقدار نحن ماشيين في الشارع، أنا حامل في الشهر الثامن، أمي مرة كبيرة، أنا متكلة أمي والدتي،
واختي ماشيه قدامنا فيتمسك باختي لقى غنيمه تاني بعد ذاك هي اكبر من امي اللي هو مراح بتاع بقر وغنم فمشى عليه في اللحظه ديك اختي قدرت تتخلص منه بزراعه بتاعه قصب شجر فقمت قلت لهم ادخلوا الشجر دي كانت اختي حتكون ضحيه. طيب تهاني طبعا يعني هناك روايات للناجين وهناك مشاهد طبعا مؤسفه لما حدث هناك وهنا ايضا الوضع الصحي والانساني كارثي نسبه لتزايد الاعداد وعدم قدره هذا المكان على احتمال هذه الاعداد او تقديم العون اللازم والمناسب لهم.